اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الصادق في قيله قل صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام رمضان وقيامه، ولك الحمد على ما وفقتنا لإتمام القرآن وتلاوة كتابك العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسابقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا فيه من النعم، يا حي يا قيوم. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، واجعلنا فيه عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وإلى أعلى جناتك سابقين.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الشقوة إلى الهداية، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.